مشاهدينا الكرام، لمزيد من التفاصيل ينضم الينا الان عبر الهاتف استاذ شريف سمير الكاتب الصحفي بالاهرام. استاذ شريف برحب بك معنا يا فندم الى هذه التغطيه طبعا على شاشه اكسترا نيوز. اذا تعد هذه هي الزياره الاولى لسلطان عمان هيثم بن طارق التي يزور فيها القاهره منذ توليه مقاليد الحكم، كيف تقرا اهميه هذه الزياره وتطور ايضا العلاقات المصريه العمانيه في اخر 9 سنوات؟ رحيم، طبعا زيارة السلطان هيثم قابوس هي تتويج للعلاقات والجذور التاريخية التي تربط بين مصر وسلطنة عمان. ومنذ رحيل السلطان قابوس بن سعيد ومصر حريصة على أن يكون هناك امتداد للعلاقة بين القاهرة وبين مسقط في عدة مجالات، وترفيع سبل التعاون بين البلدين في كل الاتجاهات اقتصاديا وسياسيا وسياحيا وثقافيا. كلنا نعلم جميعا أن سلطنة عمان تعتبر جزيرة هادئة جدا في وسط بحر ومحيط الاضطرابات السياسية التي يمر بها الشرق الأوسط. صحيح. ومصر حريصة على أن يكون هناك علاقات قوية ومتينة وحلف تحالف استراتيجي بينها وبين مثل هذه الدول لدعم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط. أستاذ شريف، يعني عايز أتكلم مع حضرتك على نقطة مهمة جدا، أنه الدولة المصرية أو حتى القيادة السياسية في مصر أصبح لها دور كبير جدا وحضور قوي وبصمة قوية في حضور كل المحافل الدولية، مما لي الحقيقة عظيم الأثر في ملف العلاقات الثنائية. كيف تقرأ أهمية هذا الأمر والمردود أيضا الذي يعود على الداخل المصري وأيضا على المواطن المصري من توطيد علاقات مصر بالعديد من دول العالم خاصة طبعا الدول العربية؟ زي ما حضرتك اشرتي، فعلا مصر بعد 2013 و2014 وتولي رئيسها فتح السيسي اصبح لها استرداد قوي جدا لمكانتها الدوليه والعربيه، بالاضافه الى انها عندما ترأست الاتحاد الافريقي سنه 2019 ضاعفت هذه المكانه افريقيا من خلال وجودها وحضورها القوي في كل المحافل الدوليه وكل المؤتمرات والمنتديات الكبيره. استطاعت ان تضع بصمتها وان تشير باصبعها الى العالم انها حاضره بقوه. من خلال هذه المشاركة استطاعت أيضا أن تكون على مسافة متساوية من كل دول العالم وأن تبني تحالفات وشراكات شاملة في كل الاتجاهات مع كل القوى العظمى. هذا أيضا أعطاها دفعة قوية جدا وأعطى قدر من الثقة في السياسة المصرية وفي الجولات المكوكية التي يتولاها الرئيس فتح السيسي مع كتيبة السياسة الخارجية. أعتقد أن كل هذا يعني عكس أيضا على ثقة العالم في مصر وأن يكون هناك دعم للعلاقات الاقتصادية بما يصب في مصلحة خطة الإصلاح الاقتصادي في الداخل، وقد يستثمر قد هذا يدفع أيضا إلى جذب الاستثمارات الخارجية بما يصب في مصلحة المواطن ويقتضي استثمار هذه الاستثمارات مستقبلا. وأنت تتحدث يمكن أستاذ شريف عن ناحية أو الجزء الاقتصادي، يمكن مصر دائما تعودنا أنها تتبنى مبدأ يعني في كل سياساتها الخارجية مبدأ المصالح المشتركة وترسيخ المبادئ والاحترام المتبادل. لو تحدثنا عن هذه النقطة وهي مسألة مبدأ المصالح المشتركة، كيف تقرأ هذه النقطة وإلى أي مدى أيضا يعود على الدولة المصرية بالنفع؟ طبعا طبعا لغة المصالح هي التي تحكم العلاقات في منظومة الوضع العالمي الحالي. النظام العالمي الجديد قائم على فكرة تبادل المصالح وتبادل المنافع، ومصر بعد أن تبحرت في الآونة الأخيرة في المشروعات العملاقة وأصبحت الآن منفتحة على العالم بصورة أكبر، أصبحت الآن جاذبة للاستثمار وجاذبة لرؤوس الأموال الخارجية سواء رؤوس أموال أجنبية أو أنها دافعة أيضا لرؤوس الأموال المصرية من خلال مجموعة رجال الأعمال المصريين والوطنيين. فأعتقد أن مصر أيضا إدراكها للغة المصالح يصب في مصلحة الإصلاح الاقتصادي ويصب أيضا في مصلحة توسيع دائرة علاقتها بدول العالم ومد نفوذها الإقليمي والدولي. وكل هذه عوامل تساعد على أن يكون لمصر تاريخ وأن يكون أيضا لها باع طويل جدا ويكون لها سعر وسط كل دول العالم. وهذا إن كان يصب في مصلحة مصر وإصلاح اقتصادها، إن كان أيضا يصب في أنها يمكن أن تكون حمامة سلام أو ميزان العدل في حل الكثير من الأزمات الإقليمية لدول الجوار. طب إلى أي مدى من الممكن أن أتوقع أن تكون هذه الزيارة هي بداية فصل جديد للعلاقات المستمرة ما بين الجانب المصري والجانب العماني على المستوى الاقتصادي أيضا؟ طبعا اقتصاديا سلطنة عمان دولة راقدة على كثير من الكنوز والثروات الطبيعية، ودولة الحقيقة لها بعد سياحي، ودولة هادئة وسط أمواج وأعاصير الاضطرابات السياسية زي ما أشرت لحضرتك بعد اجتياح الربيع العربي. فأصبح الاستفادة من العلاقات المصرية العمانية يمكن أن يكون فرصة لأن يكون هناك أيضا استفادة أو مد للعلاقات بين مصر وبين الأشقاء العرب في كل الاتجاهات، وتحديدا توسيع
نطاق الشراكة الاقتصادية الشاملة أو الشراكة بين مصر وبين الدول العربية، خصوصا وأن التحديات السياسية الراهنة من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية يدفع العرب إلى أن يكونوا هناك كثير من التكامل الاقتصادي والتكامل السياسي وتضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات الراهنة. طيب خليني أكلم مع حضرتك أستاذ شريف هذه النقطة، وأنت تتحدث عن التحديات الراهنة وخاصة الأزمة الاقتصادية العالمية التي هي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية والتي تلقي الحقيقة بظلالها ليس فقط على مصر أو حتى الدول العربية لكن حتى في مقدمة هذه الدول الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول الصناعية الكبرى. مصر يعني استطاعت أن تخفف من شدة ومن وطأة هذه الأزمة بشكل كبير، حتى في أزمة كورونا استطاعت أن تحافظ على معدل نمو إيجابية إلى حد كبير وفي نفس الوقت تحافظ على حياة المواطن المصري. هذه الزيارات المتبادلة وهذه التجارب بيكون فيها نوع من تبادل التجارب والخبرات المصرية التي تعود بالنفع على هذه الدول، كيف من الممكن أن تستفيد مصر من كل هذه الزيارات ومن كل هذه العلاقات الوطيدة جدا اللي يقوم بها السيد الرئيس مؤخرا مع العديد من الدول العربية؟ طبعا مصر كانت سباقة جدا في أنها التعامل مع الإرهاب أولا ثم التعامل مع جائحة كورونا ثانيا، ده دليل على أن مصر عندها حسن إدارة وحسن التعامل مع الأزمات. إدى ده أعطى الحقيقة انطباعا إيجابيا جدا عن السياسة المصرية سواء في الداخل أو الخارج، وإدى دفعة تمشيطية للسياسة الخارجية بأنها تعمل على تعزيز وتدعيم العلاقات بين مصر وبين كل دول العالم. مصر أصبحت تجربتها سواء مع كورونا أو غيرها تجربة ملهمة جدا، ومن خلالها يمكن أن تكون هناك مزيد من الثقة ومزيد من مد جسور التواصل بينها وبين دول العالم للاستفادة من هذه الدول في أن يكون هناك دعم للعلاقات الثنائية. الاتحاد الأوروبي مؤخرا بيعاني من حالة تصدع وانقسام داخلي بين أعضائه، وطبعا الحرب الروسية الأوكرانية تركت بصماتها الموجعة جدا والمؤلمة على القارة العجوز. فهذه القارة بكل إمكانياتها وكل مواردها يمكن أن تبحث عن شركاء جدد وبدائل لحل أزمتها، ولا يوجد أفضل من البديل المصري أن يكون هناك حليف استراتيجي تواجه به كل التحديات المستقبلية. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا أستاذ شريف سمير الكاتب الصحفي بالأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.